تعالوا بقى نعرف ايه اخر الاخبار والمستجدات في الفروع المختلفه والفرق المختلفه للنادي الاهلي من خلال زميلتنا العزيزه روزان نصر. روزان متواجده حاليا في اهلي الجزيره. روزان صباح الفل عليك، اتفضلي احنا سامعينك. روزان متحمصه تقريبا. صباح الخير يا كريم، صباح الخير يا نهوان، صباح الخير على كل بالفعل يا كريم، صباح الخير على كل مشاهدينا ومشاهدين قناه الاهلي في كل مكان. ولكن بحب الصيف في بداية كلامي. طيب، من داخل طبعا مقر النادي الاهلي فرع الجزيره متواجده مع حضراتكم لنقل اخر الاخبار والمستجدات. يعني خلاص قفلنا يعني مباراه بيراميدز بالامس، ومارسيل كولر المدير الفني بعد المباراه طبعا منح جميع اللاعبين راحه لمده 4 ايام، يمكن يعني كمان بسبب حاله الارهاق والتعب اللي شفناها اكيد عليهم كلها في مباراه الامس، وقرر اعفاء اللعيبه الاساسيين والكبار طبعا من الميران وابعادهم عن مواجهه المصري المقرر لها طبعا يوم الاربعاء المقبل. وابلغ كولر اللاعبين بالقرار طبعا خلال المحاضره التي عقدها باستاد مختار التتش بعد مباراه الامس. كمان قرر الجهاز الفني خوض مباراه المصري البورسعيدي المقرر لها يوم الاربعاء باستاد الجيش المصري ببرج العرب بمجموعه طبعا البدلاء وعدد من الناشئين على ان يعود الاساسيين للتدريبات يوم الخميس المقبل، استعدادا طبعا لمواجهه الداخليه المقرر لها يوم 30 يوليو. يعني خلينا كمان نقول انه اكيد دي فرصه كبيره جدا بالنسبه للناشئين انهم يخوضوا مباراه كبيره زي المصري البورسعيدي، واكيد الاهلي دايما زي ما بنقول بمن حضر، وان شاء الله يعني يكلل كمان فوز النادي الاهلي في هذه المباراه. كمان خلينا دايما زي ما بنذكر كل يوم نفكر المشاهدين بالعضويات. يعني قال الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الاهلي واشار انه في اقبال كبير جدا يعني على الاشتراك في عضويه النادي الاهلي في الفرع الجديد، كما أن مجلس إدارة النادي طبعا مد فترة العمل بالرسوم القديمة دون زيادة حتى 30 أغسطس طبعا، وسيتم تطبيق الزيادة الجديدة للاشتراك طبعا بداية من أول سبتمبر المقبل. سريعا خليني طبعا انقل لكم الاجواء هنا في النادي، يمكن درجات الحراره مش محتاجين نتكلم عنها، يعني كالعاده ما زالت الموجه الحاره مستمره، وده يمكن اكيد مؤثر بشكل او باخر على توافد الاعضاء طبعا هنا في الجزيره، ولكن يعني اللي متعودين يكونوا متواجدين هنا في النادي بيمارسوا يومهم بشكل طبيعي جدا، منهم اللي بيتناول طبعا وجبه الافطار، منهم كمان اللي بيشتغل على اللابتوب، ومنهم كمان اللي حاضر مع ابنائه لوجودهم طبعا في التدريبات الصباحيه سواء سباحة أو غيرها من الألعاب الأخرى. دي كانت أهم وأبرز الأخبار اللي معايا النهاردة، بشكركم وعودة لكم مرة تانية. احنا بنشكرك طبعا، شكرا جزيلا، وربنا يعينك بقى الفتره اللي جايه دي انت وطبعا كل زميلاتك. لا يا مبسوطه، يعينها ليه؟ خليها، مش هي بتحب الصيف؟ هي من محبي الصيف، هي بتعشق الصيف. بس كده معانا بقى معانا في اغسطس ان شاء الله، معانا في اغسطس كل التقارير الخارجيه روزان نصر، احنا هنطلب ان هي اللي تعملها حقيقي. يعني كل التحيه لكل زميلاتنا الحقيقه، يعني بيبقوا دايما حريصين يكونوا موجودين معانا يوميا ويعرفونا اخر المستجدات اول باول ايا كانت الاجواء.